مجمع قاعات كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، يعني أول ما بنت الأساسات بال 2019 وخلص بال 2021، كان تقريبا 3 سنوات بقى. المجمع يتكون من 14 قاعة، 12 قاعة دراسية واثنين قاعات كونفرنس. كونفرنس يعني قاعة مؤتمرات المناسبات الكبيرة، يعني تكون القاعة من 120 كرسي تقريبا. البناء كان على صندوق التعليم العالي لجامعة البصرة، دعم كامل سيد رئيس الجامعة المحترم دكتور سعد شاهين. اليوم على بركة الله افتتحنا كلية قاعات كلية العلوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وحقيقة كانت هنالك جهود جبارة من قبل عمادة الكلية وجامعة البصرة من أجل تجهيز هذه القاعات بالكافة المستلزمات لمباشرة الطلبة، وخصوصا كما تعلمون هنالك أعداد كبيرة للطلبة، وخصوصا هذا العام تم قبول عدد كبير من الطلبة. وإن شاء الله الحكومة المحلية وعدت جامعة البصرة وكلية العلوم الحاسبات بتجهيزها بالأجهزة الأخرى التي تحتاجها الكلية إن شاء الله على موازنة 2022. الحمد لله والشكر، وبهمة الأستاذ الدكتور سعد شاهين حمادي وعميدة الكلية الدكتورة سلمى عبد الباقي، الحمد لله والشكر، وبالشرفاء المساهمين في كل بنية أو طابوقة من هذه البناء الكبير. هذا مجمع القاعات طبعا يضم عدة قاعات رئيسة، لأن مثل ما تعرفون من الكليات الفتية جامعة العلوم الحاسب وكلية العلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، فراح يدعم طلاب خاصة طلاب مرحلة أولى قبولات عندنا انفجارية. طبعا الكلية إذا تشوفوها هي تأسست في 2014، بس المساحة مالتها شوية صارت صغيرة نظرا لعدد الطلاب متزايد زايد يعني كل سنة. فالكلية سوت مجمع قاعات، إذا تلاحظون راح تكون هنا فقط الجانب النظري والجانب العملي اللي هو مقتصر على المختبرات، والبقية الحاسبات البقية راح يبقى على القاعة الثانية.